الجمع بين الصلاتين الأصل في المساجد، الأصل الجمع بين الصلاتين إنما يكون في المساجد، هذا هو الأصل. لكن لو صلى الإنسان مثلا في عمله، مثلا خلنا نقول يوم شديد المطر مثلا، ويعرف يقينا أنه إذا رجع إلى منزله المسجد ما في أحد جامعين جميعا، ويخرج من عمله مثلا بعد المغرب قبل العشاء، طيب أما إذا كان يبقى في العمل مثلا إلى ما بعد العشاء لا ما يجمع، يصلي في عمله المغرب والعشاء بدون جمع، لأن الجمع في المساجد. لكن إذا كان يخرج بين الصلاتين وهو على شبه يقين أنه المسجد الذي عنده قد جمع وقد يصلي منفردا يعني، نقول له اجمع هنا. أما الجمع في المدارس والجمع في هذا لا يجوز، الأصل الجمع في المساجد فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.